حمل البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت على مدى يومين في بروكسل، حمل روسيا المسؤولية الكاملة عن الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن حربها على أوكرانيا، كما وتطرقت القمة إلى الخسائر العالمية في مجال الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. في سياق أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انسحاب بلده من معاهدة ميثاق الطاقة، وقال ماكرون عقب قمة المجلس الأوروبي في بروكسل إن نص المعاهدة الذي تم اعتماده عام 1994 يوفر حماية مفرطة للوقود الأحفوري ويتعارض مع أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ. قررنا الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة أولا لأن هذا يتفق مع المواقف التي اتخذناها وينسجم مع اتفاقية باريس وما يترتب عليها، وثانيا لأننا استخلصنا أن هذه المعاهدة والاتفاقات التي تلتها تقود إلى آليات تسمح بنوع من المضاربة وتعويضات مهمة لبعض الفاعلين. هذا وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكون إن القادة الأوروبيين اتفقوا على تفويض وزراء الطاقة للعمل على حزمة إجراءات مشتركة تعمل على خفض الأسعار. هناك تفويض واضح لوزراء الطاقة لتطوير حزمة مشتركة ومتضامنة بشأن قطاع الطاقة. لا أعتقد أن الأمر كان بهذا الوضوح في أي وقت مضى، والوزراء يمكنهم البدء في العمل لتحضير هذه الحزمة التي لها أهمية من أجل تقليل أسعار الطاقة واستقرار السوق. ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن دكتور ممدوح سلامة خبير الطاقة الدولي. دكتور ممدوح مرحبا بك. دكتور ممدوح، هذه الأزمة المتصاعدة، أزمة الطاقة، يبدو أنها ستعنون شتاء أوروبا بالكامل كما هو بادن. السؤال هنا، هل فعلا تتحمل روسيا مسؤولية هذه الأزمة؟ هذا غير صحيح، لأن الأزمة، أزمة الطاقة، بدأت في كانون الثاني من عام 2021، أي قبل 14 شهرا من بدء أزمة أوكرانيا. والسبب هو تشوق العالم بعد جائحة كورونا إلى الطاقة، ومنها النفط والغاز والفحم. ولكن ما سبب الأزمة في المقام الأول هو السياسات المتسرعة والخاطئة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي للتعجيل في تحول الطاقة من الغاز والنفط والفحم إلى الطاقة المتجددة. نحن نعلم أن الطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع أن تلبي حاجة العالم من الكهرباء بسبب تقطعها، بمعنى أنه إذا لم تكن هناك شمس لا نستطيع أن نولد كهرباء شمسية، وإذا كانت الرياح ساكنة لا نستطيع أن نولد كهرباء من الرياح. ثم عامل آخر هو الضغوط التي تعرضت لها صناعة النفط في العالم من قبل دعاة البيئة المتشددين للتخلص من ما يملكون من النفط والغاز. طبعا هذا كانت نتيجته استثمارات قليلة في توسيع طاقة الإنتاج للغاز والنفط، ومن هنا يواجه العالم الآن نقصا في الطاقة الإضافية للإنتاج سواء في العالم أو لدى أوبك. هذه هي حقيقة الأزمة العالمية. ولكن أستطيع أن أقول أن أزمة أوكرانيا أضافت بعدا جديدا، ولكنها لم توقف ولم تسبب في انقطاع تواصل الطاقة وبيعها في العالم. ما سببها هو العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وأدت إلى هذا الارتفاع الهائل في أسعار النفط والغاز والفحم. طيب دكتور ممدوح، هناك الكثير من التصريحات التي خرجت عن الاتحاد الأوروبي بقادته المختلفين فيما يتعلق بوجود حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة ووجود نوع من أنواع التضامن والاتفاق. على الرغم من ذلك لم تفلح أوروبا حتى الآن في الاتفاق على تسقيف السعر كما قاموا بتسميته سابقا، ولا نعلم حتى اللحظة ما هي حزمة الإجراءات التي سيتم بها مواجهة أزمة الطاقة من جانبهم.
ما الذي يمكن الحديث عنه بشأن هذه النقطة تحديداً؟ يا سيدتي، أنت وأنا نعلم أنه عندما يتحدث الاتحاد الأوروبي عن حزمة من الإجراءات، هم يتحدثون عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. الاتحاد الأوروبي وزعمائه يتخبطون في سياساتهم، ثارة يريدون فرض سقف على سعر بيع النفط الروسي، الآن يتحدثون عن فرض سقف على بيع الغاز الروسي. حتى ألمانيا قالت أن هذا سيؤدي إلى نقص كبير في إنتاج الغاز وفي تواجد الغاز والنفط في الأسواق العالمية، وبالتالي سينعكس على ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بكثير مما هي الآن. أنت وأنا نعلم أن الاتحاد الأوروبي وبشكل خاص سيكون الخاسر الأكبر كالعادة، والسبب أن اقتصاده يعتمد على الطاقة، وبالتالي هم ليس لديهم بدائل للتخلي عن الغاز الروسي الرخيص وعن النفط الروسي، فيفتشون على بدائل ولكن لا يجدون. وفي النهاية هناك الآن شكاوى من الأوروبيين نفسهم ضد حكوماتهم، لماذا تنفقون مليارات الدولارات على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، في حين أن هذه الدولارات يمكن أن تستخدم في خفض فاتورة استيراد الطاقة. والاقتصاد الأوروبي كما تعلمين الآن قطاعات كبيرة منه، وخصوصا بألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يعاني من الانهيار. هذه القرارات كلها قرارات مثل ذر الرماد في العيون. القرار الفرنسي الذي تبعناه قبل قليل بشأن الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة التي بررها ماكرون بأنه تم توفير حماية مفرطة للوقود الأحفوري، وذلك يتعارض مع اتفاقية مناخ، هل يسهم هذا القرار في تعزيز هذه الأزمة؟ هذا يزيد من الأزمة، لأننا أنا وأنت والعالم يعلم أن اقتصاد العالم ما يديره ويحركه هو النفط والغاز والفحم، أي الطاقة الأحفورية. لا يمكن التخلي عن الطاقة الأحفورية طوال القرن 21، وربما أبعد من ذلك بكثير. إلى أن نجد بدائل لذلك، وأنا لا أعتقد أننا سنجد بدائل في 100 سنة القادمة، سيبقى النفط والغاز والفحم أي الطاقة الأحفورية سيد العالم. ومن هنا أقول توقعاتي أن أسعار الطاقة ستبقى في ارتفاع على أقل تعديل للخمس أو 6 سنوات القادمة. لماذا حددت هذا الوقت؟ لأن أي استثمار في توسيع طاقة الإنتاج في العالم تستغرق 5 إلى 6 سنوات من الآن. شكرا جزيلا دكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة الدولي، كنت معنا عبر الإنترنت من لندن، لك جزيل الشكر.